يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، الأسكندرية 24-14، مطروح 25-13، بورسعيد 25-19، والإسماعيلية 28-16. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 17، العريش 25-14، طابة 24-16، شرم الشيخ 29-20، والغردقة 30-18. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 14، أسوان 30-15، الوادي الجديد 29-15، شلاتين 28-20، وأخيرا حلايب العظمى 27 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.